السلام عليكم. نحن اليوم في قرية شكبة. هذه القرية تتميز بوجود مغارة من الحضارة النطوفية. هذه المغارة معروفة لمن يدخل قرية شكبة. طبعا هي لها باب كبير جدا واسع يظهر من بعيد، تقع في سفح جبلي قريب على الكسارات الإسرائيلية. هاي المغارة من العهد النطوفي، يعني نحكي عن عمرها تقريبا 10,000 سنة. في كثير من المداخل سكنوها البشر في العهد النطوفي قبل تقريبا 10,000 سنة. المغارة يعني تعاني من الإهمال وعدم الاهتمام للأسف، ولكنها تحفة فنية بشرية تاريخية للزائرين. لها العديد من المنافذ. هاي طبعا شكلها يعني كانت تجمعات أو غرف للتجمعات البشرية، ولكن الصالة الكبيرة طلعوا كيف البناء، بيجي على شكل كبب محفورة في الصخر. طبعا هاي الصالة يقال انها الصالة الملكية، او الصالة اللي كان يعني يجلس فيها الملك. اللي بيميز مغارة شكبة انه وجود فتحة في سقفها تسمى الروزة. هاي الفتحة كانت حسب ما سمعنا من بعض أساتذة التاريخ في المنطقة إنه كانت النار، يعني مشان ما ينخنكوا لما يولعوا، حتى يخرج الدخان من هذه الفتحة. في هاي المنطقة يقال إن هذا الحفر اللي هو على شكل كرسي، طبعا في عندنا نزازات مي فيه، يقال إن الكرسي الملكي أو الكرسي اللي كان يجلس عليه الملك. وهي عبد السلام بحضر خطاب ملكي. سبحان الله، يعني قبل 10,000 سنة كان البشر يعيشون في هذه المنطقة وقد استوطنوا هذه المنطقة في أول تجمعات بشرية. إذا لاحظنا هاي احنا طبعا في شهر 11 وهاي اجيتها في شهر 3، هاي لحد الان زي ما حكونا نزازات مي. طبعا هاي ملاحظين المي بتنقط من سقف هاي المغارة. بس بتكون في شهر 3 أسرع لوجود التسريبات المائية في الصخور. هاي نزلت نقطة. هاي هي مغارة شكبة اللي بترجع للعهد الناطوفي أو النطوفي. هلا محمود. هلا بكير. الله يعطيك العافية. يعطيهم العافية الشباب. سعيد بسام نور بوخي في جلسة التصوير.